بكرة إن شاء الله يعني زي ما أنت قلت خطوة على الطريق في حسم طبعا مشوار الدوري، لكن هنا برضو يعني اللي عايز أتكلم فيها كابتن هاني إنه الفكرة مش كهربا، الفكرة مش كهربا، الفكرة إن أنت النهاردة في حملات ضدك ضد النادي، وزي ما قلنا يمكن في أكتر برضو من حلقة إنه الهدف منها معروف. والغريب برضو يا كابتن هاني إنه الناس يعني مركزة جدا مع الأهلي، مع ان في كوارث كتيره جدا بتحصل من او في فرق تانية، وفي يعني يمكن يعني بلاوي بتحصل في انديه تانية، والناس مش مركزه غير مع الاهلي، ومركزين يمكن مش في الملعب بس، لا مركزين على كل المستويات. زي ما قلنا هانت، عايزه اقول كلمه على فكره كمان بس مهمه قبل ما نقول هانت والبطوله خلاص، ال 42 ان شاء الله تحسم في دولاب بطولاتنا، دولاب يعني الاهلي، ان انت النهارده لما بترد انت بتختار التوقيت المناسب اللي بترد فيه، وبتختار حتى الناس اللي انت يعني بتكون عايز انك ترد عليها، مش اي حد بنرد عليه، بتختار التوقيت وبتختار الظروف المناسبة والطريقة اللي بترد عليها على الناس المشككين على المغرضين. فعايزين بس نشوف إن شاء الله كهربا هيعمل إيه، هيرد في الملعب. وكلمة أخيرة، اللي بيته من إزاز ما حدفش الناس بالطوب.